السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصلوا بقصص جديدة واللايك. شكرا لكم. السلام عليكم، انا اسمي رشيدة، جيت غنعاود لكم قصتي نشاركها معكم باش تعتبروا للعبرة. اما انا الحمد لله برغم المشاكل كلهم داكشي اللي داز عليا كامل، عانيت وقاسيت، ولكن ربي كبير ما كينساش العباد ديالو. الانسان اللي مزيان ربي كينصفو في الاخر. دابا انا عندي 40 سنه، في الصغر ديالي كنت عايشه في العربيه، واخا هكاك كانت عزيزه عليا القرايه بزاف، كانت الظروف ديالنا صعيبه وما مساعداش باش نكمل القرايه. انا الصغيره في خوتي وخواتاتي كلهم كانوا تزوجوا والولاد خدامين، وديك الساعه كانت داتني خالتي عندها المدينه باش نكمل قرايتي. خالتي وراجلها كانوا كيتعاملوا معايا مزيان بزاف، كان عندها زوج ديال الولاد، ما كانوش والدين البنات، و كان كيتعامل معايا زعما بما يرضي الله. عمري ما سمعت منه شي كلمه ديال العيب ولا حسيت براسي ثقيل عليهم، على العكس. ملي كنت خديت الباك ديالي كنت كنقرا هذاك العام في الباك، وجا الصيف ديك الساعه نجحت في الباك. هذاك الصيف بالذات كان وقعت لي واحد المشكل، كان دار واحد الاكسيدون، واحد الاكسيدون خايبات هرس في رجليه، وكان خصو يدير واحد العمليه وغادي يدير فيها الحديد. هو كانت عندهم حلابه، كان هو اللي من قبلها كيخدم فيها. انا وقفت ليه ديك الساعه على هذيك المحلابه، وقفت ليه على شغله، كيوريني وكيشرح ليا ودار فيا الثقه. واصلا الله يعمر لي الدار، ويعني دايرني بنت وانا محتبره في بلاصه با، خصوصا انه عنده غير الاولاد، كانت عزيزه عليه كبنت. ولادو خرجوا لي شويه قباح وشويه مصالحين، شو حتى حد فيهم ما استأمنوا، واصلا ما باغينش نهائيا انهم يقابلوا لي المحل ديالو. دار هذيك العمليه، دار الحديد في رجليه، كان بقى شحال واحد المده، من بعد دار الهكاكز. ملي دار هذيك العمليه انا وقفه ليه وقفه ديال الراجل في المحلابه، وقفه ديال الراجل من كل شيء، مقابله كل شيء في المحلابه. من الصباح كنخرج بكري كنحلها، كنبقى حتى الليل حتى كنرجع. داير هو فيا الثقه التامه، وانا داك الرزق اللي كنصورو في النهار كنجيبو ليه حتى لمين يدي وكنعطيه ليه. في ديك المده كان واحد الكليان كيجي المحلابه شحال من مره، كيجي داك الكليان، كيجي مره في الصباح، مره في وسط النهار، دائما كيجي. مهم الكليان اللي هو دائما المحلابه، هو مع المده بدا كيتقرب مني، كيهضر معايا بحال نقولو كيجبد معايا الهضره. ومن بعد عرفت بلا السيد راه مطلق، ما عندوش مراتو، وبدا كيلمح ليا، كيقول ليا انت انسانه معقوله، انت انسانه مزيانه، انت انسانه ثقيله، بحالك قلال. نسبتها مرزنا، وكل مره كيتقرب مني بشي طريقه من الطرق، كيقول ليا كتعجبيني، طلب ياخذ عندي المراه ديالي. انا ما ترددتش، عطيتها لي. ولا كيتصل بيا بالليل الوقت اللي عارفني فيه كنكون مساليه، كيتصل بيا كيبقى يعاود لي على حياته، على كيفاش عاش، كيفاش خدام، المهم كيعرفني بنفسه. السيد كان فايت ليه مزوج ومطلق، قال لي شوفي انتي، شوفي الا قبلتي بيا انا راني خدام الحمد لله، خدام خدمه مزيانه، ما تحتاجيش تخدمي، يعني راكي تكوني زوجه معززه مكرمه ونديرك في عينيا. قلت ليه واخا حتى نفكر نسول دارنا، واخا عجبني صراحه، عجبني الظروف ديالو مزيانه بالنسبه لوحده بحالي، ولكن في نفس الوقت ما قدرتش نتسرع. قلت ليه ونيت بين ما يبرى راجل خالتي، راه انا متحمله المسؤوليه دابا. انا اول ما قلتها قلتها لخالتي، قلتها ليها، عاودت ليها شنو كاين، هي قالتها لراجلها. راجلها مسكين جا عندي وقال لي شوفي ما تخسريش سعدك، صافي ماشي مشكل، نشوفوا شي حد يقابل. الحمد لله انا دابا داير الحكاكز، وليت كنوض وانا نمشي نقابل الامور الماديه وهداك الشيء، ونشوف شي حد اللي يعاوني. قال لي الا كان السيد باغي المعقول، ناوي المعقول، نتوكلوا على الله. راجل خالتي خالتي نيت هضر معايا، وقال لي الا كنتي موافقه على هذا السيد ما تشطنيش راسك بينا، توكلي على الله. صافي انا بان لي ملي هضر معايا راجل خالتي بهذيك الطريقه بحال حفزني،
هو ملي جلسها لي قلت لي صافي يعني تقدم لي لك كي بغيتي. مشى حتى لعندنا لدارنا في العربية، دوا مع مالين الدار، تفاهم معاهم على كل شيء، كتبنا درنا هي ديالنا، درنا العقد بعدا، درنا هي ديالنا. وجيت لعندو صراحة دوزت معاه الأعوام الأولى دازت عندي مزيانة، والشهور الأولى كتر والعام الأول كتر وكتر، برعني من كل شيء، المصروف كان كيصرف مزيان، كيتهلا فيا بالكسوة بالصباطة، كيتفكرني مرة مرة، كيعطيني فلوس بالزايد، كل شيء موفر ليا، ما كانش عندي علاش نهضر. عشنا واحد الحياة زوجية اللي زوينة بزاف، تقريبا عامين ديال الزواج اللي عشت معاه زوينة، وما ولدتش انا واخا ما دايرهش مانع الحمل، كسبة غنولد ما ولدتش. وزادت عندي ديك الرغبة ملي كملت العامين كنشوف اللي تزوجوا من ورايا بنات العائلة حملوا ولدوا، ولات عندي ديك الرغبة نحمل ونولد. شهيت نشوف شي بنية مشت لها شعرها، نقاد لها الضفيرات، تقول لي ماما، ديك الرغبة في الأمومة بدات كتكبر فيا. راجلي قال لي غتكوني انت اللي عاقله ما كتولديش، انا راه فايت مراتي الاولى فايت ليها، كانت حملات وخسر ليها. ديك الكلمه بقات فيا بحالاش، بقيت كنردها في راسي ونرجعها ونرجعها ونرجعها، ما تهضمتش ليا ديك الكلمه، انت اللي عاقله انت اللي ما كتولديش. بحال جرحني بها. من تماك هو كنلاحظ انه كيتغير كيتغير بشويه بشويه، المعامله ديالو غاده وكتغير، كيتعطل على الوقت ديالو، داك الاهتمام ديالو بدا كيقل. حتى واحد النهار جا عندي ولد خالتي كان قال لي راه ما كاين ما خزن عليك، راه شفت راجلك مع واحد البنت غاديين مشادين حدا البحر، هو راه ما شافنيش. بقيت دايرها في قلبي وساكته، ما فهمت فيه والو. كنشوف السيد زعما ماشي بزاف باش مزوجين، يلا بادين حياتنا، تبدل هي بهذا الشكل غادي وكيتبدل، وما حبش المشكل، ما حبستش عند هذا الشيء. ولا بعد المرات كيجي سكران، نهضرت معاه ولا اعترت كيضربني، ولا عطاتو خاطرو انه كيبدا يضرب فيا. في الصباح كينوض يقول لي سمحي لي ما قصدتش، ما كنتش عاقل، كنت ناشط، هو كيقول لي كنت ناشط زعما راه كان شارب. مرة السيد معقول ومزيان، مرة راه مبدل، ما بقاش قدرت اني نفهمه. انا صابرة وساكتة وكندوز، ما عنديش حل واحد اخر. دوزت معاه 6 سنين ديال 10، والصبر كان عليا انا. فهداك العام الاخر كان واحد صاحبه خدام معاه، كان كيجي عندنا هو ومراتو، يعني تعرفنا عليهم كوبل مع كوبل، وبديت زعما كنتونس بيها، كنت صاحبة انا وياها، ولات صاحبت يعني، كنعيط ليها كتعيط ليا، كنصيفطو لي ميساج بيناتنا، هي كتقول لي ملي كنكون هضره انا وياها كتقول لي انا راجلي مزيان معايا بزاف ولكن ظريف ظريف بلا قياس، ما عندوش شخصيه، انا كنبغي راجل حرش، كنبغي راجل يكون قاصح وكلمته كلمه، ويكون هكا يكون عنده الكلمه ديالو وازنه، وحتى لا ضربني كاع علاش لا، بحال هكا كتبقى تهضر. كنبقى نشوف فيها كنقولها في خاطر الله يعطيك غدل، شكا على هضره كتقول، كنقول انا ما نكرهش راجلي يتهلا فيا ويدير لي كيدير ليها، راجلها كان كيدير لها بحال شي اميره وما عجبهاش الحال. كدوز الايام غاده كتشري، السيد بقى على داك الوضع ديالو. واحد النهار انا مسكيه في العشيه حتى بورطابلي كيصوني، كنجاوب كنسمع صوت صاحب راجلي كيقول لي انوضي يا لالا نوضي، راه راجلك ومراتي في واحد الدار. كيفاش في واحد الدار؟ حتى كيغوت وكيحلف والله لا خليتها فيه، والله يحسن ندير ليه، والله يحسن نفعل ليه، والله تنصفيها ليه وتنترك ليه، كيخسر في الهضرة وبين فيه من فاعل لأقصى درجة. كنقول شنو واقع شنو واقع، ما فهمت والو، غير بشوية غير بالخاطر غير باش نفهم. كيقول يا راجلك ومراتي حصلتهم في الدار، كنقول اين دار، حصلتهم في داري، راه اتصلت بالبوليس جيت تشوفي شنو ديري، و جي راه حنا كاينين راه هذا. ما بقيتش كنسمع الهضره لي من بعد، قلت لي اين دار، واش الدار اللي داركم نيت؟ قال لي ايه. اتصلت بولد خالتي قلت لي والو دابا جا عتقني نشوف اشنو واقع. مشينا كنلقاو الشوقه
الدنيا عامرة، الناس مجموعين، البوليس الحداد كيفرح في الباب حيت ما بغاوش يحلوا الباب ديال الدار، ولان الدار راه ديال صاحبه هو مولاها. قال لهم صافي غير فرعوا الباب، المهم حلوا عليهم يخرجوا. بقى واحد المدة خرجوهم بزوج، غبانونية انا تكوانسيت بلاصتي. اش هادشي يا ربي، كنشوف حاضرين ريوسهم غاديين خارجين مدلولين، واحد الشوهة الناس كيغوتو، الناس كيعيرو. واحد الشوهة اش غادي نقول لكم، جاب ديال البورطابلات كيصورو فيهم. صاحبو شدو غير بزز كيغوت وكيتحلف عليهم، وانا غير ساكتة كنشوف. حتى حد ما عرفني راه مرات هذاك السيد اللي مخرجينه. حس بقيت قاطع الحس كنشوف هاد المنكر هذا وما صدقتوش. تبعناهم الكوميسارية، تبعنا الإجراءات، وما قدرتش نسمح ليه. حتى هو ما قدرش يطلبها مني، ما طلبش مني نسمح ليه، لأنه عرفني أني ما غاديش نسمح ليه. ما قدرتش ننسى هاد الفعلة. تحبسوا بزوج بيهم، عطاهم 3 شهور. جمعت حوايجي سديت الدار ومشيت في حالتي لدار خالتي. بقيت جالسة فيها، قلت علامة نطلق راسي منه. مرضيت شحال وانا مريضة مأزمة، وهما كيواسيوني وكل شيء، ولكن شي حاجة صعيبة انك تعيشي بحال هذا الوضع هذا وتشوفي راجلك خارج مع صاحبتك بهاد الشكل. راه شي حاجة اللي قاصحة بزاف، حد ما يقدر يتحملها. بقيت في هذيك المدة كاملة درت محامي مكلف ليا بالطلاق. واحد النهار اتصل بيا صاحبه كيسول فيا، قال لي انا راه طلقت صافي، انا كنعرفك مرا معقوله ودايما كنت كنقول هاد السيده هادي درويشه وطحت فيه هو، وكتبقاي فيا الصراحه كنشوفه مع هادي ومع هادي وكيمشي مع العيالات، وحتى ولات راه مراتي حتى هي كانت من بينهم وانا في دار غفلو. بقيت كنجري تاني على طلاقي. السيد مره كيعيط كيسول فيا. ملي طلقت رجعت لدارنا، مشيت للعربيه، كنت بغيت نرتاح نفسيا لاني حس براسي بحال تهرست من الداخل. بقيت واحد المده تماك، واحد المده طويله في دارنا. صافي بديت كنسى. عيط لي عاوتاني، اتصل بيا في هذيك المده اللي انا كنحس براسي بحال تشافيت، بحال كنت مريضه وتشافيت. قال لي بغيت نتزوج بيك ضروري، انا ما غنتزوج وانتي كنعرفك وكنقدرك وعزيتي عليا بزاف وما كاين محسن منك. قال لي نهار ما نهار كنت كنقول نهار ما غاديش تبقي محسوبه، مرات الراجل غادي يتقدم لك. انا عجبني التصرف ديالو وقدرته بزاف، واخا طليقي خانو مع مراتو ما قبلش على راسو يهضر معايا في امور خاصه وانا بقى زوجة بيه، كان كيتسنى حتى ناخذ الطلاق ديالي. قلت علاش لا، واخا غير ننتقم لراسي ونرجع القيمه اللي حسيت براسي فقدتها ونرجع الصرف لطليقي. ودرتها في يد الله، تزوجت بيه. رجعت للمدينه لهذيك الدار اللي خرجوهم منها، رجعت ليها مرات الراجل عروسه. كانت مو الصراحه الله يعمر ليها الدار، مو استقبلتني مزيان، فرحات بيا لانها يعني عرفتني وعرفت شنو دازت عليا، فرحات بيا بزاف. راجلي درتو في عيني لانه هو ماشي غير دارتني في عيني. بحال كيقول لي غا امري وانا نعمل. كيتعامل معايا ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، يعني احسن معامله ممكن يتخيلها انسان انها تكون بين الزوج ومراته كيتعامل معايا. الشغل ديال الدار كيعاونني، واخا كيكون خدام ويجي من الخدمه مثلا لك ليلى كينوض كيمسح الميدة معايا ويهز المعنات ويدخل معايا الكوزينة ويعاونني وحنين بزاف ودرويش، وكيجي يعاود ليا كل شي شنو وقع ليه في الخدمة، دوا مع هذا دار مع هذا. كيمشي الخدمة كيبقى يصيفط ليا الميساج، مرة يعيط يسول كي كدرتي شنو كديري دابا شنو كتعملي، يعني ونعم الزوج. دازت 3 شهور، ربي فرحني، حملت كان الحمل ديالي واحد الفرحة كبيرة بالنسبة لي. حملت الحمد لله والشكر لله، راجلي وحمني اللي تشهيته كيجيبها ليا بلا ما نهضر كيجيب ليا كل شيء اللي بغيتها كيجيبها ليا. عدوسي دارت معايا بحال امي كاينه معايا، بحال امي جات من البلاد وجلست معايا، واخا ما جالساش معايا كتجي يوميا، اللي طيبتها الشهيوه اللي طيبتها كتجيبها ليا وكدير بحسابي.
كبرت بيا، فرحت بيا، دوزت الحمالة ديالي من أحسن ما يكون. وليت كنقول الحمد لله أني محملتش مع الرجل الأول، عاد عرفت علاش ربي ما يسرش ليا في الحمالة معاه. الله ما بغاش يربطني بيه زعما للأمد الطويل، المدة الطويلة، ربي مبغانيش نبقى معاه. اما كون بقيت واحله معاه، كون بقى كان بيني وبينه شي ولد او بنت، كنت غادي نبقى واحله انا وياه. كان ديما غيبقى واحد الرابط بيني وبينه، ربي ما بغاش ليا هذاك الشيء، لاني كنت كنتعامل معاه بنيتي، وكان كيخونني، وكان كيخرج مع العيالات، ماشي مع وحده ولا زوج ولا ثلاثه. كنت صابره وساكته، ربي جازاني، يعطاني سيد الرجال، تزوجت بيه، عوضني بيه سيد ربي. ومن بعد ولدت وليد، وعاودت وليد واحد اخر، وحبست الولادة. قلت الحمد لله تبارك الله، ثلاثة الله يجعل شي بركة، نكبروهم ونربيهم ونتهلاو فيهم، والحمد لله حياتي غادا على أحسن ما يكون. راجلي كيما شفتو نهار الأول كيما باقي، ما تبدل ما والو، بقى كيما هو في التصرفات ديالو معايا، مبقينيش لا اهتمام، على العكس، على العكس، محد هو كيزيد يبغيني، ومحد هو كيزيد يتعلق بيا، ومحد هو كيزيد كيقدرني وكيكبر بيا. كنهزو وليداتنا، كنمشيو للعروبيه كل ويكاند تقريبا، كنمشيو للعروبيه للبلاد، ونجيبو معانا من الخيرات ديال البلاد، ونجيو كنمشيو لدار خالتي، نمشيو لدار حماتي، عايشين واحد العيشه اللي زوينه ومرتاح. الحمد لله والشكر لله، ربي جزاني على الصبر ديالي. هذه هي القصه ديالي، عودت لكم على قبل ما نتزوج، على الزواج الاول اللي كان كارثة، وكنت صبرت وكليت العصا وتفقست وتحملت، والحمد لله ربي جزاني. هذه عبرة بغيتكم تستافدوا منها، وإن شاء الله تكون عجباتكم هذه القصة. هذه القصة هذه شاركتها معنا صاحبة القصة، كنتمنى ديروا لها لايك إذا كانت عجباتكم.